بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. أول لقاء لينا بعد أجازة العيد، ربنا يجعل هذه الأيام كلها أعياد على حضراتكم، مش هذه الأيام وبس، وكل الأيام أعياد على حضراتكم، ويبعد عنكم كل شر ويقرب لكم الخير دايما، ونبقى دايما كده في سعادة وفرح وسرور بإذن الله. أنا في حيرة من أمري، لكن خليني يعني خبر في غاية الأهمية أو موضوع في غاية الأهمية سينشر غدا في صحيفة اليوم السابع. قلنا بدل الجدل ما يعني ننكفئ عليه كده ونحط رأسنا في الرمل، لا، نخليه على مستوى العلن. بكرة 7 سبتمبر 2017 16 ذو الحجة 1438، وبالتالي ده واخدينه من جورنان بكرة مش من جورنان النهاردة. أستاذ هشام عبد الجليل عامل تقرير واخد عنوان في الصفحة الأولى في اليوم السابع، واخد جوه عنوان برضو مهم في مشروع قانون يجيز للمرأة تطليق نفسها، تطليق نفسها ويمنع الزيجة الثانية إلا بموافقة كتابية من الأولى. معد القانون اللي هو سيادة النائب عبد المنعم العليمي، وعبد المنعم العليمي مش أي يعني مش نائب وخلاص، يعني ما ينفعش أقول إنه الأستاذ عبد المنعم العليمي نائب واكتفي، لا، أقول النائب المخضرم. في نائب كده بيبقى نائب يعني عنده حضور داخل البرلمان، وفي نائب يعني بيخش وبيطلع كده من البرلمان، وفي نائب يعني زي ما بيقولوا بالبلدي ليه تقل. يعني هذا النائب اللي ليه تقل بيبقى من نوعيه السيد عبد المنعم العليمي. هو بيقول انتهيت من القانون وتم ارساله لمجمع البحوث والازهر لحسم المسائل الفقهيه. وفي هذا الاطار ايضا زميلنا العزيز هشام عبد الجليل بيقول ان الدكتوره امنه نصير عضو مجلس النواب واستاذ العقيده والفلسفه بجامعه الازهر ايدت جميع ما جاء في مشروع القانون. خليني في العنوان، ان من المتوقع ان يثير هذا القانون جدلا بين النواب بسبب العديد من الشروط التي وضعها لضمان صحه توقيع عقد الزواج، التي بدونها يصبح عقد الزواج باطلا. ومن ابرز هذه الامور حصول الزوج او حصول الزوج على اذن كتابي من زوجته في حالة الزواج مرة اخرى، وانه يحق للزوج ان يطلق نفسه. انا في انتظار الدكتور الاستاذ عبد المنعم العليمي النائب البرلماني والدكتورة امنة نصير النائب البرلماني. هل حد منهم جاهز يا شباب؟ طيب سيادة النائب عبد المنعم العليمي. سيادة النائب برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وانت طيب والشعب المصري بخير ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. مشروع قانون يجيز للمرأة تطليق نفسها ويمنع الزيجة الثانية إلا بموافقة كتابية من الأولى. طب اسمح لي بس قبل ما تدخل في المشروع أنا أصحح معلومة. أن هذا المشروع أنا عديته فعلا، بس سيقدم في البرلمان المصري في بداية دور الانعقاد الثالث، اللي إن شاء الله ينعقد المجلس في الأسبوع الأول من أكتوبر، وصل المادة 115 من الدستور. والزميل كاتب كده. أنا طلبت فيه لسه يعني ما قدمتوش، بس أنا طالب فيه موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للمرأة وموافقة دار الإفتاء والجهات المختصة بالشؤون الإسلامية. أنا بس المعلومة دي علشان المجتمع. يعني هذا القانون لن يمرر إلا بموافقة هؤلاء. بالظبط كده. أو هذه المؤسسات. المشروع لم يتم تقديمه، ولكن أنا أقدمه إن شاء الله في أول أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. طيب حضرتك بقى فهمني العنوان بس. أنا حضرتك أنا عملت فعلا يعني إحنا لو بصينا الفكرة بدأت إزاي الأول. أن المأذون الإسلامي بيعتمد على تنظيم عمله وفقا لقرار من وزير العدل. يعني ملوش قانون بينظم هذه الأوضاع، وتلك اللائحة يمكن من سنة كذا واربعين وما تعدل عليها أكثر من تعديل. فكانت الفكرة الأول إن أنا أعمل مشروع بتنظيم عمل المأذونين. تمام.
فهذا التنظيم طبعا صيغته صياغه ان يكون هناك في مجلس خاص بيهم برئاسه رئيس محكمه الاسره واقدم اعضاء القضاه في هذه تلك المحكمه، تمام، ويكون هذا مسؤول عن تنظيم العمل في انشاء المأذونيه وتشكيل اللجنه المخصصه باختباراتهم والشروط العامه الوارده في القانون فيما يختص بشغل وظيفه المأذون. كل دي ضمانات موجوده، وحتى ما كانش خاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي ولا التأمين تمام. الصحي ولا الكلام ده كله. تمام. فالمشروع انا ثقته في حوالي 9 ابواب، اللي يمكن الحلقه او الوقت ما يساعدناش ان انا اشرح 9 الابواب، ولكن عملت مشروع متكامل. اما جه مؤتمر اسكندريه وكان هناك في مشكله خاصه بتامين الاسره فيما يختص بالزوجه المطلقه. ايوه. انا اعترضت في باب متعلق بهذا الامر. تمام. هذا الباب متعلق ان يكون عند اشهار عقد الزواج بين الزوج والزوجه اللي هم سن ما يقلش عن 18 سنه، لان النهارده بطاقه الرقم القومي بتبدا من سن 16 سنه، فانا التزمت ان ما اخدش باي تسميات الا بطاقه الرقم القومي اللي معمول بها حساب الدوله، وان هناك فيها عقوبات على كل من لم يحمل تلك البطاقه. طب معلش معلش سياده النائب، معلش سياده الرئيس، ده مهم قوي. طب خليني بس زي ما بيقولوا بالبلدي كده افصص مع حضرتك الموضوع عشان المشكله. اتفضل اتفضل. حضرتك بتقول انه في مشروع القانون انه الزوجه ما لا تقل عن 18 سنه. تمام. وفي عقوبه عند مخالفه هذه الماده، في عقوبه، لان في عقوبه في قانون الاحوال المدنيه على اللي ما يطلعش بطاقه الرقم القومي عند بلوغ السن 16 سنه. ده حاجة محترمة قوي، يعني أنا مؤيد لحضرتك تماما في النقطة دي، وإن كان البعض يختلف. يعني حضرتك في مشروع القانون، الحتة دي مهمة قوي، في مشروع القانون اللي حضرتك ما بيقلش السن عن 18 سنة، لأن 18 سنة مع الطفل حتى في قانون الطفل والاتفاقات الدولية معترفين بالطفل اللي هو أقل من 18 سنة. كويس. فما أعتقدش إن يكون طفل يتجوز. يعني لو واحد لو القانون اجيز او تم اجازته وواحد عنده بنت وجوزها في سن 17، ما ينفعش يبقى مخالف القانون ويحاكم، وهتبقى عليه عقوبه. عليه عقوبه. احنا 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 في مجتمع دلوقتي لابد ان يكون هناك في ضمانات للاسره، وفي مشاكل كثيره في محاكم الاسره. لو انت عملت احصائيه على عمليه الطلاق، شوف كم حاله طلاق بتتم سنويا. يمكن مؤتمر اسكندريه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار الى حل تلك المشكله، ان في مشكله في موارد الماليه الخاصه ببنك مصر الاجتماعي ايام تامين الاسره، وبيجي يدفع للمطلقه في الوقت نفسه ما بيعرفش بنك مصر يلم الاموال الخاصه بالصندوق. يبقى انا النقطه ضمانات. تمام. يبقى انا النقطه انه سن الزوجه والزوج برضه لا يقل عن 18 سنه. ما يقلش عن 18 سنة. كويس. بقوة القانون. بقوة القانون. أيه. كويس. موضوع بقى اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. المادة 23 أنا أفردت فيها أكثر من نقطة. هناك بعض النقاط كانت موجودة في اللائحة اللي معمول بها لتنظيم عمل المأذونين، اللي هي بالنسبة للسكن وكده، أنا زودت عليها بقى الحالات كلها. أيوة. التي تحافظ على تأمين الأسرة. من ضمن الحالات لو بيتفقوا على كل ما هو موجود بالنسبة للأسرة، خاصة. أيوة. عملية الطلاق. إذا كان الطلاق دون رغبة الزوجة. أيوة. على الزوج المطلق أن يقر في العقد الموثق أمام المأذون أن هو ملتزم في حالة الطلاق، من جهة واحدة، أن هو يفعلها لها بتاع ده مؤقت، بحيث ان هو تمشي وترعى ظروفها اليوميه الى ان يتم الاتفاق على النفقه النهائيه بحكم نهائي او باتفاق الطرفين. لكن عشان نسيب الامر كده والمحاكم شغاله والمطلقه تبقى مش عارفه تقول مش عارفه تعيش ولا عارفه تاخد حقوقها، لا، هناك التزام. ففي واحد قال لي طيب، قال لا، طب انت هتلاقي نفذ في بدايه العمل باحكام هذا القانون. قلت له لو كان الاتفاقات اللي هي قبل العمل باحكام هذا القانون حطيت ماده ان هو بيعمل بالحد الادنى للاجور، يبقى مكلف بانه يسدد الحد الادنى للاجور للزوجه المطلقه، بحيث ان هي تقدر تعيش اذا كان الطلاق بدون رغبتها هي.
لكن لو كان هناك في اتفاق على الطرف هي الطرفين، وفي كمان في القانون ان احنا بندي مهله حكم من اهلها وحكم من اهليها. اه طب كويس قوي، هناك نوع من الايه الاتفاق الودي، الاتفاق الودي سياده النائب. طيب يعني انا ما سبتش خليني في حته في هذا المشروع. طيب. اللي هو المثير للجدل زي ما زميلنا هشام عبد الجليل كاتب انه يجيز مشروع القانون يجيز للمراه تطليق نفسها. فهمنا الحته دي يا فندم. بيتفقوا، ما انت عارف القرع النهارده ماشي، ولكن انا عاوز اقول القرع ما يبقاش فيه نوع من الاجبار، هيبقى نوع من الاتفاق الودي عند يعني نلغي الخلع بقى الزواج. يعني القانون ده ما يلغي الخلع؟ يعني مش شرط كده، يعني انا بقول يلغى كل ما يعني دلوقتي زوج متزوج سياده النائب يعني عشان اقربها يعني للمشاهد بس، زوج متزوج وحب يتزوج على زوجته. ايوه لازم يختار الزوجه. اختارها فقط؟ اختارها بسند رسمي، ما هو له شرعا ان هو يتجوز اربعه. لكن هناك في ضمانات لعمليه الاختيار، الزوجه لو زوج موقع لازم يختارها قبل ما يتعاقد قران للزوجه الثانيه. طب انت حضرتك بتقول يجيز للمراه تطليق نفسها، يعني لو الزوج تزوج هي تقول لجوزها طلقني؟ ما على حسب الاتفاق بقى، يعني العقد. طب ما هو ده اللي موجود في الدين يا فندم. طب ما هو امساكن بمعروف او تسريح باحسان. يعني انا اللي انا عاوز اوصل اليه ان او بقى تقوم بالمعروف ويحصل لك. طب ما هو ده اللي موجود يا سياده النائب. انا عاوز يبقى في نوع من الالزام، يعني انا شخصه في القانون الخاص بتنظيم عمل المأجورين وتأمين الاسره بحيث يبقى ما يتعدلش. لكن حضرتك لا تنادي بفكره ان تكون العصمه في يد الزوجه. لا كده احنا على حسب اتفاق الزوج والزوجه. ما ده لا انا بكلم حضرتك، انت مش عايز تعمل في ده ان ده يبقى في اطار قانوني، يعني هو هي عايزه تبقى العصمه في ايدها، مفيش مانع، الدين بيقول كل ما هو يتفق الطرفين في اتفاق ودي تمام بين الطرفين. طيب. في اتفاق الزامي. تمام، يعني حضرتك بتقول في القانون. تمام يا سياده النائب، يعني حضرتك بتقول في القانون انه لو تم اجازته انه على الزوج اذا رغب في الزواج من زوجة ثانية ما يمنعش، بس لازم يختارها بامر كتابي وبواضح بقواعد. بامر كتابي ولا بامر عادي؟ اختارها بس. لا بامر كتابي حضرتك، لازم يكتبها امر كتابي والمأذون لا يكون. وهي تكتب يا فندم وهي تقول انا موافقة؟ بالظبط كده. لا يعني هو هنا يعني طبعا الشرع هنا في الناحية الدينية واهل الفقه. انا طبعا مش طيب لو ما اختارهاش يا سياده النائب. طيب لو الزوج ما اختارش يتجوز من وراها وده بيحصل كتير. لا ما هيبقى مخالف، هيبقى فيه عقوبه. عقوبه عليه برضه؟ في عقوبه، الماده 23 دي فيها. طب دي العقوبه ايه يا سياده النائب؟ عقوبته ايه؟ عقوبه الحبس والغرامه. حبس؟ عقوبه تصل للحبس والغرامه، ودي عمليه جوازيه بقى بتبقى مطلوبه للقاضي. هو هيتجوز ولا طيب ما انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي في مشاكل في المجتمع كثير عاوزين نحجها. النهارده لازم كل واحد يبقى تمام. طيب ويمنع الزيجه الثانيه، ويمنع الزيجه الثانيه اللي بنفكر كتابيه من الاول. انا ما بقولش بيمنع، انا بقول عمليه الاختيار وان الزوجه اللي معاه تبقى على علم تام على انه هيتجوز عليها. وهي حره بقى، عايزه تطلع عايزه تقعد معاه. هي حره بقى، دي حاجه بقى ترجع للقواعد العامه. طيب. اللي مطلوبه. وان لم يخطر الزوج زوجته انه تزوج من زوجه اخرى فهنا القانون بيحدد العقوبة وهي الحبس والغرامة. المادة 23 اللي هي فيها هتحبس قد ايه يا سيادة النائب في القانون؟ في مشروع القانون. داخلة المادة 23 داخلة في العقوبات المحددة، هم ثلاث مواد بيعاقب عليها المادة. يعني باب في باب خاص بالعقوبات. تمام. بيقول كده عند مخالفة المواد كذا 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 رقم 23 تقريبا و22 41 من القانون. تمام. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر وغرامة قدرها مبلغ كذا. تمام. يعني مش هقول لحضرتك، انا مأيدك تماما في اللي حضرتك هتقدمه انا شخصيا، يعني أنا لا بالعكس، يعني اجتهاد يعني محترم، وحضرتك وحكايه 18 سنه دي مهمه قوي قوي،
في ناس بتجوز في 17 و16 و14 و13. لا لا انا زي ما قلت لحضرتك ان في ناس كمان بتعمل سن وشهاده تسليم والكلام ده، الكلام ده كله ده اتلغى. تمام. يعني لغيته في المشروع القانون بحيث ماجد بيصل المجتمع في الوضع الحالي الدوله دوله امنه وتبقى الدوله فيها تصرفات قانونيه. كل واحد ممتاز. طب هل حضرتك زميلنا في الكنترول الاستاذ ماجد بيسال حضرتك، هل ده الزواج العرفي داخل فيه ولا لا؟ لا، الزواج العرفي غير معترف به، لانه هنا لابد ان يكون في زواج قانوني. اتبسطت يا عم ماجد. زواج العرفي غير معترف، لازم يكون هناك زواج قانوني، وزواج قانوني يبقى سلامة الزواج قانوني امام الموثق. انا مأيد حضرتك تماما، انا مأيد حضرتك تماما، وانت راجل ليك كل الاحترام والتقدير واجتهاد محترم، وانت واحد من النواب المحترمين الحقيقه اللي انا بحترمهم جدا وبقدرهم. ربنا يبارك فيك. بشكرك يا سياده النائب. وشكرا. بشكرك يا سياده النائب. سياده النائب عبد المنعم العليمي، مقدم مشروع قانون جديد عن تنظيم عمل المأذونين، ومن توقع تقديمه بدايه دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذي سيبدا مطلع شهر اكتوبر المقبل. طيب ناخد الدين بقى ناحيه الدين. الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، هل هي تؤيد هذا الكلام ولا ترفضه؟ برحب بك يا دكتورة، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذ جابر. حرما عارف حضرتك الكريم، وإن شاء الله يعني يكون عودا لأيام الأعياد على الجميع بخير إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. حضرتك طبعا سمعت المداخلة بتاعت السيد عبد المنعم العليمي والقانون اللي مقدمه، هل في أي مشكلة من جانب الدين في الكلام اللي بيقوله سيادة النائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحيي كل التحية لسيادة النائب الأستاذ العليمي. تمام. على اهتمامه بقضايا الأسرة التي فاض الكيل فيها من الفوضى والتحايل صناعة هذه الأمور على التسليم معرفش إيه والكلام ده، مما أوجد ركة شديدة في الأسرة المصرية. تمام. فكون إن الأستاذ العليمي يضع النقاط على الحروف في ضبط عمل المآذين وضبط سير الأسرة بقانون يحكمها، الرجل يتزوج هذا حقه، حقه الذي أعطاه له الشرع بضوابطه على فكرة، ليس حقا مفتوحا يعبث فيه كما يشاء بأهواء وبشهوات. لا، إذا أردنا فعلا أن نضبط الزواج الثاني والثالث والرابع له ضوابطه النفسية والأخلاقية والشرعية. أنا مش هدخل فيها دلوقتي. تمام. لكن اللي بيطالب به الأستاذ العليمي دي مطالبات عادلة لا تتناقض أبدا مع الشريعة ولا مع ضوابط التعدد الذي جاء في الإسلام. بمعنى أن المرأة الأولى إذا علم أو مش مجرد يأخذ منها الموافقة، الموافقة مديها له الشرع، لكن يعلمها بحيث إذا طاقت هذا الزواج وتكون شريكة معها خلاص هي حرة. ربما تكون هناك امرأة لا تجد مأوى غير هذا البيت، ولا تجد من ينفق عليها إلا هذا الزوج. صحيح. هتقبل على مضض. وهتقبل كارهة. أنا متأكدة أنها لن تكون سعيدة بمن تأتي إليها وتقاسمها في حياتها، خصوصا أن يعني الحياة ما أصبحتش سهلة ولا سلسة في هذا الزمان. إنما إعلامها لابد أن يتوفر لها. إذا قبلت هي حرة تتحمل قبولها. أيوة. إذا رفضت لابد هنا بقى. أيوة. مربط الفرس كما يقال. أيوة. هنا لابد أن تصرح بمعروف. ولا ينكل بها الزوج. أو يعضلها أن يعلقها. طيب لو الزوجة لا يعطيها حقوقها. طيب لو الزوجة طلبت الطلاق ومصممة عليه لأنه تزوج من أخرى، والزوج رافض يطلق، ايه حكم الدين هنا؟ تتقدم للمحكمة بالطول المسألة، وممكن هو يلعب في الموضوع وحاجات كده يعني، وهو معيشها في الغلب ده. انا اعرف ناس عايشين في الغلب ده سنوات وما زال سيدات يعني فضليات. تعمل ايه؟ حكم الدين هنا ايه؟
حكم الدين قول الحق سبحانه وتعالى. ما هي رفض العيش معاه بمعروف. هي رفض العيش معاه وهو مصمم انها تبقى يعني بمعنى اصح هو يعني آثم 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 ويرتكب إثما يعني وذلك من؟ لأن الله طلب أن أرزوك فإمساك بمعروف. وهل الإمساك بالمعروف هنا معناه أنه يعني يكرهها على أنها تبقى معه لمجرد أنه يريد هذا النوع من غنائم النساء؟ ممتاز ممتاز دكتور. طب هل ده يخش في إطار التحريم؟ زوجة مش طايقة تعيش مع جوزها لأنه متزوج بثانية، أو أنه بيعذبها، أو أنه مطهقها في عشتها وراغمها أنها تعيش معاه بأي طريقة من الطرق وهي مش عايزاه، وراحت المحكمة وعملت المحكمة والمحكمة رفضت وأول آخره وكده، وهي يعني مش عايزة تبوح ببعض الأسرار الداخلية في بيتها من جانب جوزها. هنا الزوجة لو خضعت لزوجها واستمرت العلاقة بينهم، هل العلاقة دي تكون شرعية ولا غير شرعية؟ لا شرعية، ولكنه إنسان آثم بأنه لم يطبق شرع الله فإمساك بمعروف. وهو عندما يكرهها لأجل الضرورة هي طبعا مضطرة، إنها خلاص هو اللي بإيده العصمة، العصمة في يده، لكن العلاقة ليست محرمة. الزواج أصلا ما يبقاش محرم. لا مش محرمة. مش محرم. لا نحرمها. تمام. لكنه يكون آثم. لأنه لم يطبق عدل الله في حق هذه الزوجة. ألا وهو الإمساك بالمعروف. تمام. طيب موضوع إنه قانون يجوز للمرأة تطليق نفسها ده ممكن حضرتك نحطه في هذا الإطار، إنه لازم المرأة تطلب الطلاق من زوجها لو هو تزوج بثانية وده حسب رغبتها. تطلب الطلاق ولا او ترفضه، ده في اطار القانون اللي هو يجيز للمراه تطليق نفسها. انا بس فهمتها انه المراه ممكن تطلق نفسها في اي وقت اذا طلبت هذا في الميثاق. ما خلي بالك يا استاذ جابر. ايوه فندم. ان عقد القران ده ميثاق. هذا الميثاق يجوز وعلى فكره انا برضو هلتقي بالاستاذ العليمي ونضيف لما قدمه من هذا العمل الجليل المتقدم به اننا نرفق فيه شروط وثيقه الزواج. شروط ويكون من بنوده. وعايزه اقول لحضرتك حاجه في احد كتبي المراه المسلمه بين عدل التشريع وواقع التطبيق، هناك كانت وثيقه في القرن الرابع الهجري، كانت الناس كانت متقدمه عننا بكثير. هذه الوثيقة كانت تضع فيه المرأة هذا الشرط، أنه إذا تزوج بغيرها يكون أمرها بيدها. وأنا بقولها لك بالحرف الواحد كما كانت الوثيقة التي كانت تطبق في الأندلس في القرن الرابع الهجري، وكانت تطبق في محكمة دمنهور في هذه المرحلة. أن يكون أمرها بيدها. لكن هذا لا يطبق حاليا. لأن في حاجات كثيرة الحقيقة مع تقادم الزمن هناك تم إخفاء كثير من العدالة للمرأة في الحياة الزوجية. وللأسف يعني هناك عاطفة دينية من رجال الدين أنهم يتعاطفوا مع قضايا الرجل. مع إبعاد المرأة عن هذه العلوم الشرعية لم تكن موجودة من القرن تقريبا الثامن الهجري. المرأة أزيحت، رغم أنها قبل ذلك أنا أعددت أكثر من 100 شيخة كانت في هذه القرون من القرن الثاني الهجري إلى الثامن الهجري، كان ما يزيد عن 100 شيخة تعلم على أيديهن الرجال. بعد ذلك حدث حالة من التراجع لدور المرأة في تعلمها وتكون رائدة للعلوم الشرعية. طبعا. هنا حدث إخفاء الكثير من عدل الشريعة الإسلامية. واللي أنا حاولت أن أظهره في هذا الكتاب اللي أشرت إلى عنوانه. تمام. الآن طب يا دكتورة في استفسار بسيط بس، هو سيادة النائب بيقول إنه البنت لازم يكون عمرها 18 سنة. لازم يكون عمرها 18. طب من يزوج ابنته في 17 و16 و13 و15 و12؟ هذا مجرم. مجرم يا أستاذ جابر.
هذا مجرم ويخضع للقانون. وأنا الحقيقة بناشد الزميل الفاضل الآخر، اسمعني بس أقول لك الجزئية. هذا الزميل الذي تقدم بتخفيض سن الزواج إلى 16، أقول له رفقا رفقا يا أيها الزميل الكريم، لا نخضع لرغبات الناس ونجور على دور البنت الصحيح للحياة الزوجية الصحيحة من النضج والتعلم. كفانا أمية في شريحة النساء. طب ده مجرم في 16 يا دكتورة، مجرم في 16. نعم. حضرتك بتجرميه في 16، أما أنا اللي بيجوز في سن 11 نقول له إيه؟ يجرم ويجرم طبعا. لكن لا ندخله في فكرة الحرام والحلال. لا لا، بس يجرم قانونا. جرم قانونا. وأقول الآتي، لابد، لأن الشرع يدور مع مصلحة المجتمع. البنت الآن قبل سن 18 لا تقوى على فتح بيت جيد. صح. ولا تكون زوجة ناضجة. صح. ولا أما رائعة. صح. ولا حصلت على قسط من محو أميتها وتسقيفها. علامة البحث عن التراجع في هذا الزمن بحال المرأة لرغبات الذين يرغبون في مخالفة القانون. هي بقت هواية مخالفة القانون دي. طيب.